السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الإخوة الكرام، يمكنك أن تخضع الصورة، باه شنو نوضحوا الأمر مليح، نضغطوا على الصورة باه تجي بالحجم الطبيعي نتاعها. إذا هنا نشوفوا الناس راهي تخدم على روحها، راهم ينشروا في القبلجة بطريقة ذكية جدا. كما تشوفوا هنا حرف كما يقولوا الصليب، هنا كذلك الصليب المعقوف، الصليب المعقوف، هنا صليب. إذن راهم يعلموا في الناس عن طريق اللغة العربية قاعدة الحروف المتحركة الثلاثة. يقول هاي الحالة الأولى، مثال الغم جمل امفم اسمان اسمن، والمثال الثالث اكو ببغى. تشوف يعني الناس راهي ما قاعداش. اذا هنا تشوفوا في الحروف هذه الامازيغيه، ولكن فهمونا عن اي امازيغيه تتكلمون؟ عن اي امازيغيه تتكلمون؟ هل تتكلمون عن الامازيغيه القبائليه، التقبيليه، ولا تتكلمون عن الامازيغيه الشاوية، ولا أمازيغية الترقية، ولا الإباضية، ولا أي أمازيغية، ولا الشلوحية، عن أي أمازيغية تتكلمون؟ هذه الأمازيغية اللي قدامي مانيش فاهم فيها، تعمل يسكتومون، تعمل هل هي تاع بجاية، تاع تيزي وزو، تاع باتنا، تاع من البواقي، تاع الشاوية، تاع أخوتنا الشاوية، تاع الهوغارة. لأنها تشوفوا هنا هاي قدامكم، ها الصليب المعقوف كما ترون، الصليب المعقوف يشبه الرمز النازي. هنا بطريقة ذكية الزيد هي هو مجرد صليب، يعني كما يقولوا النشرة المسيحية بطريقة ذكية جدا. ويعني هذه معظم المصطلحات اللي نشوف فيها تستعمل في السحر، يعني معظم المصطلحات اللي نشوفها في الحروز اللي كيستعملوها السحرة باش يستعملوا السحر تاعهم. إذا الآن بعد هذا التوضيح ننتقل للنقطة الثانية. إذا النقطة الثانية هي راهم ولا وضعوهم في الكيبورد، المفاتيح، لغة في المفاتيح يعني الكلافي. إذا راك تشوفوا فوقاني باللي راهم يستعملوا في نفس الكلمات، نفس الحروف اللي وهي في الحقيقة قبل جزء كل شيء. أنا يعني من الأول للآخر، ما هي أمازيغية، ما هي، ما طلعوا ما نهبطوها، راهي قبل جزء كل شيء. بس كيف خوتنا في الشوية وفي التوارق لا علاقة لهم بهذا حتى هما في الحق عندهم كل الحق باهي شي يطالبوا بالأمازيغية تاعهم تكون. أنا نعتبر هذا كله جهوية، جهوية. راكم تشوفون هنا هاي لوحة المفاتيح باللغة الفرنسية، ولا حرف عربي فيها. أنا الكلافي متاعي مثلا، ها كلافي، ها كل حرف، ها معاه راهي جاي من لاشينا، اتونسيون، فيه حرف العربي، حرف العربي. إذن ها راكم تشوفوا يعني بالبنط العريض كيف يعني يقوموا بتسميم عقول الناس. السؤال مطروح، ما مرتبة اللغة العربية في العالم؟ وش هي مرتبة اللغة العربية؟ جاوبوني يا جماعة.
مرتبة اللغة العربية هي الرابعة عالميا، سبقونا الهند والباكستان، الهند والصين بالكثافة السكانية فقط. يتكلم اللغة العربية 560 مليون شخص في العالم. ها؟ هي اللغة الثانية في البرمجة الحاسوبية في المعهد البريطاني، المعهد البريطاني الملكي للأبحاث. وادخلوا لجوجل وشوفوا بعينيكم هذا الكلام تاعي إذا كان صادق ولا كذب. إذا مرتبة الأمازيغية من 8000 لغة معترف بها في العالم، لا توجد. أبحث لك أنا المرتبة تاعي إذا كان توجد المرتبة الأمازيغية القبلجية. لاحظوا هنا، ها هو أو صليب، أو صليب أيضا. تسمى هذه تماسيحت، ماشي تمازيغت، تماسيحت. ويكون في علمكم أن جيجلي وجوجلة يقولوا لهم قبائل الحضرة، بدل ما يقولوا قبائل الحضارة نحاول الألف وقالوا قبائل الحضرة، يعني تنقيص من قيمة الجوجلة. إذا إخواني وأخواتي الكرام، ما تنسوش إن شاء الله باش تشتركونا جماعة، اشتركونا جماعة، اشتركونا جماعة، اشتركونا جماعة، بهالقناة تكبر وكل يوم يجيكم جديد عن طريق وضع الجرس للخدمة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.